في عدنان غيث أمين سير حركة فتح في سلوان. أسعد الله صباحك وأهلا وسهلا بك. نشاطات جيدة وإيجابية صدفناها قبل فترة، كنا نتحدث عن الدعم والمساعدة لمخيمات لبنان. كان في الماضي ربما يعني تختلف مسألة الدعم، في الماضي كانت شكل واليوم شكل آخر. لو تحدثنا عن الماضي بشكل، أول شيء نحكي كيف كانت في الماضي، كيف كان النجاح، وبعدها ندخل في موضوع الدعم الأخير. بداية أخي محمد صباح الخير لإلك ولكل طاقم برنامج صباح الخير يا قدس، صباح الخير لشعبنا الفلسطيني على امتداد الوطن الحبيب، صباح الخير لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده وللأسرة طبعا. ودعني أيضا باسم الاتحاد العام لشباب فلسطين أن أبرق بتحية إجلال وإكبار إلى أسرانا البواسل، وخصوصا أننا في الأيام القادمة سنحيي ب 17 الشهر يوم الأسير الفلسطيني. هذا اليوم الذي نريد أن نحيي سويا شعبنا الفلسطيني في إطلاق سراح آخر أسير فلسطيني في داخل قلاع الأسر بإذن الله تعالى. بداية الاتحاد العام شباب فلسطين منذ انطلاقته كانت صوب عيونه ووصلته نحو هموم شعبه وقضاياه، وخصوصا دحر الاحتلال، وعلى رأس همومه ودحر الاحتلال الإسرائيلي. وكما كان يتطلع اتحاد العام شباب فلسطين إلى قضايا شعبنا الفلسطيني وملامسة قضاياه وهمومه بكافة الأصعدة، حيث كان الاتحاد العام شباب فلسطين انطلاقته الأولى عندما أرسل وفد طبي إلى مخيماتنا في الشتات وزار كل مخيماتنا واطلع على أوضاعهم من خلال وفد طبي أرسله الاتحاد العام شباب فلسطين. وأعلننا أيضا في هذه المرحلة عن أن الاتحاد العام شباب فلسطين سيكون له مراحل أخرى تلامس قضايا شعبنا الفلسطيني. تقريبا قبل سنة بجزء أو ربما. وفد الطبي كان قبل حوالي عامين ونصف. نعم. وبعد هذه المرحلة الأولى أيضا كان هناك مرحلة ثانية للاتحاد العام شباب فلسطين، عندما تم إرسال مساعدات عينية لمخيماتنا في الشتات، ومن ثم أيضا مساعدات لأهلنا في مدينة القدس أثناء عيد الأضحى المبارك. نعم. وآخر نشاط كان؟ كان الاتحاد العام عدة نشاطات. الاتحاد العام شباب فلسطين، أنا أقصد بالنسبة لجنوب لبنان أو نعم، للمخيمات في لبنان، في مخيمات لبنان آخر نشاط كان لنا هو بأول أمس كما أعلننا بالسابق، أوفينا بوعدنا وعهدنا كاتحاد، قمنا بتوفير غرف حواسيب، قاعات حواسيب في مخيمات الشتات. أول أمس كان هناك افتتاح قاعة حواسيب في مخيم المية مية باسم الشهيد، ومناسبة أيضا ذكرى استشهاد القائد الرمز أمير الشهداء أبو جهاد، أطلقنا اسم خليل الوزير على هذه القاعة. اليوم سيتم افتتاح قاعة في طيب مخيم. قبل أن نتحدث عن اليوم نريد أن نشاهد هذا التقرير من مراسلتنا في لبنان زين عبد الصمد حول هذا النشاط، ثم بعدها نفوت نتفصل أكثر حول الموضوع وأيضا نتحدث عن النشاطات اللي راح تتبع هذا الموضوع. إذن مع هذا التقرير أعزائي المشاهدين. فترة قصيرة رفع الصوت قلب القضية النابض في لبنان بروح الشباب، عرضوا لأزمتهم في غياب المراكز الإلكترونية تسهيلا لعملهم الأكاديمي من أبحاث وغيرها عبر الإنترنت. أقرانهم في الداخل تولوا المهمة. الاتحاد العام لشباب فلسطين سمع النداء هذه المرة أيضا، فكانت المرحلة الثالثة من حملته عين على القدس وعين على لبنان في افتتاح مركز الشهيد أبو جهاد الوزير في مخيم الميومي في صيدا. نتقدم بالتحية والشكر والتقدير للأخوة في الاتحاد العام لشباب فلسطين في أرض الوطن، الذين تواصلوا معنا منذ أكثر من عام. المركز خدماتي للطلبة والباحثين، غاب عن افتتاحه أصحاب الشأن كوادر الاتحاد العام بسبب منع قوات الاحتلال لهم من اللحمة مع أبناء الوطن في المناسبة التي حضر إليها عملهم وجهدهم وتقدير الجميع لخطوتهم. باسم الاتحاد العام نعاهد أبناء شعبنا الفلسطيني وتحديدا شباب فلسطين، نعاهدهم بأن نبقى مستمرين بدعم أبناء شعبنا الفلسطيني قدر إمكانياتنا. مركز الشهيد أبو جهاد الوزير يستعد ليكون مساحة لتطوير المعلومات والثقافة عند الطلاب، وكذلك مركز تدريب في استخدام التكنولوجيا لأبناء المخيم من مختلف الفئات والأعمار. نشكر جميع الشباب اللي ساهموا
واللي شاركوا بافتتاح هذا المركز. نحن شعب واحد، نحن شباب واحد، نعود ونقول هم أعيننا على لبنان ونحن أعيننا على فلسطين وعلى القدس. ويندرج افتتاح المركز في سياق الحملة التي أطلقها الاتحاد العام لشباب فلسطين، والتي سبقتها مرحلتان شملت زيارة وفد طبي وحملة دفء القلوب. الحملة ينتظر أن تتواصل في أكثر من مخيم في الأيام المقبلة. هنا أطلق النداء وهنا لباه الاتحاد العام لشباب فلسطين، فكان إنشاء مركز الشهيد أبو جهاد الوزير ليكون قبلة لكل طلاب الأبحاث والدراسات. من مخيم الميومي جنوب لبنان، زينة عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. إذن تحية من مخيم الميومية إلى القدس، وأيضا تحية منكم من القدس إلى مخيم الميومية. أولا قلت أنه في هناك كان في نشاط توفير أجهزة الكمبيوتر وشعور بالارتياح لديكم أيضا عندما توفر للأهل والأخوة في لبنان مثل هذا الشيء. النشاطات متواصلة ومستمرة، ليست فقط لم تقتصر على الأمس. ما هي نعم نعم أخي محمد، كما أسلفت الذكر نعود إلى الوراء قليلا. كان الاتحاد العام لشباب فلسطين أيضا دور كبير في الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وتحديدا في قضية إنهاء الانقسام عندما ثار شعبنا ضد هذه الصفحة السوداء في عمق قضيتنا الفلسطينية. وأيضا كان الاتحاد العام لشباب فلسطين نشاطات في مدينة القدس تتعلق تحديدا في ملامسة قضايا الأطفال، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي وكما تعلم يستهدف هذه الفئة العمرية من الأطفال، خاصة في سلوان. نعم، وخاصة في سلوان. وكان هناك نشاط الاتحاد العام لشباب فلسطين، وتم منع هذا النشاط بقرار من وزير الأمن الداخلي حينها، واعتبر أن هذا النشاط يندرج ضمن الأعمال الإرهابية كما يدعي الاحتلال دائما في كل مناسباتنا. يسعى الاتحاد العام لشباب فلسطين دائما، ومن خلال أيضا فروعنا في تحديدا وفروعنا في مكاتبنا في مخيمات الشتات، لدراسة ما يحتاجه أهلنا في مخيمات الشتات. ونحن نقول بهذا الصدد أن قضايا مدينة القدس وقضايا أهلنا في الشتات تتقاطع مع بعضها البعض، حيث أن المقدسي أو الفلسطيني الذي يعيش خلف هذا جدار اللعين لا يستطيع أن يدخل إلى مدينة القدس إلا من خلال تصريح، إذا تم إعطاؤه هذا التصريح. وأيضا أهلنا في مخيمات الشتات لا يستطيع اللاجئ الفلسطيني في مخيم عين الحلوة الذهاب إلى مخيم آخر أيضا إلا من خلال تصريح. وأيضا حتى في موضوع العيش والبناء وأيضا هناك صعوبة، فتقاطع همومنا سويا مع بعض. من هذا على هذا الأساس كان اسم الحملة الذي أطلق هو عينا على القدس وعينا على لبنان. نحن نتطلع بأمل. هل سيقتصر العمل فقط على مخيمات لبنان أم مخيمات أخرى فلسطينية؟ أتيك بالحديث، نحن نسعى للوصول إلى كل مخيماتنا الفلسطينية في كل الساحات وفي كل الأماكن. ركزنا على لبنان لأن هناك كم هائل نعم من مخيماتنا. كما ذكرت كان هناك دراسة، ومن هذه الدراسة تم التعرف أن أهلنا في مخيمات لبنان بحاجة إلى غرف وقاعات حواسيب. قمنا بتوفير الحواسيب بهذه الفترة. افتتحنا بالأمس كما ذكرت قاعة الشهيد أبو جهاد، واليوم سيتم افتتاح قاعة الشهيد الراحل ياسر عرفات، وفي الأسبوع القادم سيتم افتتاح قاعة الشهيد البطل فيصل الحسيني، والعمل جاري على افتتاح قاعتان باسم الشهيد البطل أبو علي مصطفى والشهيد المناضل البطل أحمد ياسين، وجاري العمل حتى وصولا إلى كافة أسماء شهدائنا البواسل الذي عهدناهم أن نكون أوفياء لهم بكل مناسباتنا وبكل احتياجات شعبنا الفلسطيني. نحن نسعى أيضا إلى توفير كم أيضا غرف وقاعات حواسيب في مخيمات الشتات في سوريا وفي الأردن. هناك طواقم تعمل من أجل ملامسة ما يحتاجه شعبنا في شتات. وبالمناسبة أخي الكريم، شعبنا الفلسطيني شعب عظيم، لم يستطع الاتحاد العام لشباب فلسطين إنجاز هذا المشروع إلا بأيدي فلسطينية فلسطينية. إذا كان البعض يريد أن يعلم ويعرف كيف نستطيع توفير هذه الأموال، نقول أنه هذه الأموال تتوفر أولا باكتفاء ذاتي من الاتحاد العام لشباب فلسطين، وبمساهمة كافة جالياتنا الفلسطينية. جالياتنا هو تمويل فلسطيني فلسطيني بحت. كافة جالياتنا الفلسطينية تقوم
بجمع هذه الأموال. نحن نعرض الأفكار ونعرض الاحتياجات لشعبنا وهم يقوموا بجمع الأموال وبتوفيرها. وأخص بالذكر جالياتنا بالصين الشعبية وفي الإمارات وفي عمان وفي المملكة العربية السعودية. شعبنا الفلسطيني لم يبخل أبدا للعمل وتضحية من أجل قضيته ومن أجل شعبه. نسعى أيضا ونوجه رسالة من خلالكم إلى كل المستثمرين الفلسطينيين كما يسعى ويعمل أحد عناصر المستوطنين والذي يدعى موسكوفيتش الذي يدعم المشروع الاستيطاني ويوفر الملايين ويستثمر الملايين من أجل بناء المستوطنات تحديدا في مدينة القدس. نحن نسعى أن نجد أيضا مستثمرين فلسطينيين يلامسوا قضايا شعبنا الفلسطيني ويتبنوا احتياجات شعبنا الفلسطيني. هناك أفكار عديدة إذا أردنا أن نتحدث ما يحتاجه شعبنا الفلسطيني. شعبنا الفلسطيني يحتاج إلى الكثير وخصوصا في مخيمات الشتات. نتمنى من المستثمرين الفلسطينيين أن يكون لهم دور كبير أيضا في ملامسة قضايا شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس وفي أنحاء وطننا الحبيب وتحديدا في مخيمات الشتات واللجوء الفلسطيني. وليأخذوا دروس أيضا من القدس التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدة وهي التي تقدم الآن المساعدة والعون لأهلنا في مخيمات الشتات. نعم. نريد أن ننهي بشكل سريع ولكن لديك كلمة أخيرة. نعم أردت أيضا أن نتحدث عن حول أيضا قطاع غزة. نحن أيضا لدينا دراسات حول ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة ولكن للأسف الشديد بسبب الانقسام الموجود الآن في قطاع غزة وبسبب عدم تمكن طاقمنا في قطاع غزة من العمل بسبب منعه من إقامة واجبه لا نستطيع أن نوفر أو أن نقوم بإنجاز مشاريعنا التي ننوي تنفيذها أيضا في قطاع غزة. فلتكن في القدس هذه الأعمال ثم تنتقل إلى لبنان. فكل التحية لكم. وكما قال يعني فعلا هذه القضية كما قال عدنان غيث بحاجة إلى أن يتحرك الفلسطينيون في الشتات في الدول العربية المختلفة والشتات أيضا لمد يد المساعدة والعون من أجل دعم هؤلاء من خلال القدس التي هي يجب أن تكون العاصمة والتي منها تنطلق المساعدة لإخواننا في كل مكان. شكرا جزيلا لك عدنان غيثة من سلسلة حركات فتح في سلوان. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود.